مساء الخير. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الفراخ بالصوص الابيض. المقادير: كوباية ونص لبن، نص كوباية كريمة لباني 35%، معلقة كبيرة زيت ذرة، بصلة كبيرة متقطعة، صدر فرخة تقريبا 300 جرام وسلقاه بالملح والفلفل والبصل وورق اللورة، معلقة كبيرة من الزبدة، 3 معالق كبار دي لجميع الاغراض، ربع معلقة فلفل اسود، ثمن معلقة توم باودر ونص معلقة ملح. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة هعملها ان انا في الكبة هفرم الفراخ، بس افرمها خشن ما افرمهاش ناعم قوي. عالجوتو جاهز، هنبتدي نعمل مع بعض صوص البشاميل. هحط الزبدة ومعلقة الزيت عشان ما تتحرقش الزبدة بسهولة. اول ما تبتدي الزبدة تسيح هضيف البصلاية المتقطعة وهسيبها لغاية لما لونها يبقى شفاف. خلاص كده البصل ابتدى يغير لونه يبقى شفاف شوية، هضيف 3 معالق من الدقيق وهحمرهم مع البصل. اول ما يبتدي الدقيق يغير لونه كده هضيف على طول اللبن وهبتدي اقلب بسرعة. اول ما يبتدي الصوص يتخن كده هضيف على طول الكريمة مع التقليب السريع. هبتدي دلوقتي احط التوابل، هحط الملح والثوم بودر والفلفل الاسود وهسيب الصوص لغاية لما يغلي ويتخن جامد. كده خلاص البشاميل ابتدى يغلي وتخن، هشيله من على البوتاجاز ونكمل خطواتنا مع بعض. في بولة كبيرة حطيت البشاميل وهو سخن وهحط عليه الفراخ المفرومة واقلبها كويس واحط شوية فلفل اسود. هغطيها بالبلاستيك راب وهدخلها التلاجة لغاية لما تجمد ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. بعد ما حطيت البشاميل مع الفراخ في التلاجة قعدتها نص ساعة او ممكن نحطها ربع ساعة في الفريزر. دلوقتي انا محضرة معلقة الايس كريم وهاخد منها واعمل كور صغيرة علشان الكفتة. لتحمير الكفتة محتاجين بيضتين، كوباية دقيق وكوباية دقيق بقسماط وملح وفلفل. هبتدي دلوقتي اخد وحدات الكفتة واحطها في الدقيق، افضيها شوية من الدقيق، احطها في البيض في البقسماط، ممكن احطها في البيض مرة تاني في البقسماط عشان تطلع مقرمشة، وهي ده بيبقى شكلها. نعمل واحدة تاني. على البوتاجاز هنحط زيت غزير عشان نحمر فيه الكفتة. اول ما الزيت يبتدي يسخن هحط على طول الكفتة. هحمر كل الكفتة ونرجع نشوف هنقدمها ازاي في الطبق. وكده بنقدم كفتة الفراخ بالبشاميل، بتبقى طعمها جميل جدا جدا، وبنقدم جنبيها البطاطس البوريه او الرز الابيض وجنبيها سلطة خضراء، وبتبقى طعمها جميل جدا ومختلفة. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.